الاستاذ عثمان معرفة، استاذ مادة الفلسفة. يسعدني ويشرفني ان اكون بينكم وداخل منبر جريدة تنوير الإلكترونية، ونأمل ان نكون في مستوى التطلعات من خلال هذه السلسلة، وان نساهم بقدر الإمكان وفي حدود الإمكان في نشر الفكر التنويري والفكر الحداثي والفكر النقدي بين عامة السادة المشاهدين الكرام. مرحبا بكم من داخل فضاء جريدة التنوير الإلكترونية، والتي نطل عليكم من خلالها من خلال برنامج أو سلسلة فلسفية اخترنا لها عنوان أجد فهم الفلسفة. طبعا هذه السلسلة الفلسفية سنحاول من خلالها أن نقربكم أكثر من الفلسفة ومن التفكير الفلسفي بأسلوب مبسط جدا حتى يصبح في متناول الجميع ويصبح متاحا أمام جميع الناس، سواء كانوا مهتمين بالدرس الفلسفي أو متعاطفين معه أو تلاميذ متمدرسين إلى غير ذلك من شرائح المجتمع. بطبيعة الحال الكل يعرف بأنه نحن نعيش الآن أزمة القراءة وأزمة الاحتكاك مع الكتاب، ولذلك لا بأس أن نستثمر مختلف الوسائل الإلكترونية المتاحة من أجل نشر وتعميم التفكير الفلسفي لما هو تفكير نقدي يهدف بطبيعة الحال إلى التفكير في الإنسان ومساءلة مختلف القضايا المرتبطة به. ومن ثم لم يعد الدرس الفلسفي حكرا فقط على المهتمين وداخل مراكز الأبحاث وداخل الجامعات والمؤسسات التعليمية، بل لا بد من نشره وتعميمه على جميع الناس حتى يصبح متاحا عن طريق مختلف وسائط الإعلامية. وبالتالي الدرس الفلسفي في نهاية المطاف هو دفاع عن الإنسان ودفاع عن منجزات التفكير الفلسفي بشكل عام، وهو دفاع كذلك عن الحرية في التفكير والحرية في النقد. ما حققته المجتمعات المعاصرة من تطورات كبيرة على مستوى التطورات التقنية والتطورات العلمية، إلا أن هذا لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون حجرة عثرة أمام الدرس الفلسفي وكذلك أمام التسلح بمبادئ التفكير الفلسفي. فرغم هذه التطورات الهائلة التي حصلت في العديد من المجالات، إلا أننا نبقى في حاجة إلى التفلسف، والتفلسف هنا يعني بالدرجة الأولى اكتساب أدوات التفكير الفلسفي والتسلح بها من أجل مساءلة مختلف التطورات التي وصلت إليها المجتمعات. وهذه المساءلة بطبيعة الحال لا بد أن نتسلح من خلالها بالتساؤل، بالنقد، بالشك، بالدهشة إلى غير ذلك من تعريف التفلسف ليس الغرض منه الوصول إلى اليقينيات وإلى الحقائق المطلقة والجامدة، بقدر ما أنه يسعفنا في اكتساب بعض الطرق التي من خلالها يمكن أن نبحث عن الحقيقة. ولذلك فالبحث عن الحقيقة هو فضيلة الفضائل داخل الدرس الفلسفي، ولذلك لن نقدم من خلال هذه السلسلة وصفة جاهزة داخل الدرس الفلسفي، بقدر ما أننا سنحاول أن نكتسب بعض الطرق والأدوات التي من خلالها تجعلنا نبحث عن الحقيقة. ولذلك سنحاول من خلال هذه السلسلة أن نعرفكم أولا بالفلسفة وبالتفكير الفلسفي وببعض المسارات التي قطعها التفكير الفلسفي منذ المرحلة اليونانية إلى اليوم، ثم سنتساءل معكم كذلك عن بعض القضايا والإشكالات التي تطرحها الفلسفة
عبر مسارها التاريخي الطويل، ثم كذلك مسألة الراهن، بمعنى ما دور الفلسفة في عالمية وفي عالم التقنية، في عالم العولمة، في التطورات الهائلة التي حصلت في مجالات العلوم. ثم بعد ذلك سنتساءل عن دور الفلسفة في تعزيز ثقافة الحوار وثقافة الاختلاف، ونبذ العنف ونبذ كذلك التطرف، ونشر ثقافة التسامح والتعايش بين الناس. ولذلك هذه السلسلة هي دعوة في الحقيقة إلى أن نفكر بطريقة جماعية، وأن نبتعد قدر الإمكان عن التفكير الفردي. والتفكير الجماعي معناه هنا أن نبحث عن الحقيقة، وأن نسائل مختلف القضايا المرتبطة بنا بطريقة جماعية، بعيدا عن التعصب، وبعيدا عن الدغمائية، وبعيدا عن رفض الآخر. وبالتالي سنفكر بطريقة حرة، والتفكير الحر هنا ينطلق من الإنسان. نهدف من خلال هذه السلسلة إلى إزالة الغبار عن مختلف التمثلات السلبية التي لحقت بالدرس الفلسفي، وعملية التشويه الذي تعرض له التفكير الفلسفي منذ أن ظهر إلى اليوم. ومن ثم سنحاول أن نخلق نوع من المصالحة الذاتية مع التفكير الفلسفي. وهذه المصالحة مع التفكير الفلسفي قد تتم داخل المدرسة، داخل الإعلام، في الشارع، وكذلك في الفضاءات العمومية. ونأمل من خلال هذه السلسلة أن نكون في مستوى التطلعات، وأن نقربكم أكثر من الدرس الفلسفي، وأن يصبح في متناول الجميع. وكونوا في الموعد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.